كان مدروس بشكل صحيح ووفق حسابات دقيقة جدا فيها الجانب الاعتباري الفني واضح. نيبوشا والكادر التدريبي المساعد إلى حقيقة كان لهم أيضا دور كبير في اختيار عدد من اللاعبين. اليوم نادي الشرطة تم توقيع العقد مع المدرب الأجنبي الصربي نيبوشا وكذلك أيضا مدرب الحراس ومدرب اللياقة بالإضافة إلى مساعد المدرب هيثم شبون، وكذلك أيضا كان استقطابه لأكثر اللاعبين المتواجدين كانوا بالموسم الماضي، اليوم أيضا تواجدهم هنا. الحقيقة نادي الشرطة اليوم ينافس على الدوري. أكيد أنت لما تختار مدرب لنادي الشرطة لازم تكون أسماء عديدة يعني، فكانت أكو أسماء، ثلاث أسماء مطروحة. أول هذه الأسماء كان كابتن باسم قاسم، تعرف ارتباطه بالمنتخب فما صارت القسمة. يعني انطرح اسم نيبوشا، وأنا حسب علمي أنه هو تم عرضه على إدارة الحاجة دبنيان يعني في وقتها، بس أيضا ما صارت القسمة. مدرب معروف بالساحة العربية. Before one season I was near to... بالحقيقة سعيد جدا بتدريب فريق الشرطة العراقي، ولدي معلومات جيدة عن لاعبيه، وبالتأكيد المهمة ستكون غير سهلة، لكن سنعمل معا ونجتهد لتحقيق نتائج جيدة، وأتمنى مؤازرة جماهير وإدارة نادي الشرطة باعتباره أحد أكبر الأندية بالعراق.